بمناسبة صدور المرسوم الأميري بترقيتكم لرتبة عميد، ناقلا لكم تحيات وتهاني سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهما، على نيلكم لهذه الثقة الغالية والتي تعكس حجم ما يتمتع به منتسبو وزارة الداخلية من رعاية ومتابعة واهتمام مباشر من قبل القيادة السياسية، تقديراً لدورهم الهام ولحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في سبيل حماية أمن وسلامة الوطن والمواطن وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. إخواني، إن التوجيهات المباشرة لسيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تمثل لنا خارطة الطريق نهدف من خلال تنفيذها إلى تحقيق العدالة والمساواة والإنصاف لمنتسبي القطاعات العسكرية في البلاد. إخواني، إن أمن الوطن وحماية المجتمع ومن السلوكيات المنحرفة والجرائم بتعدد أنواعها وأشكالها ومن الآفات والسموم المدمرة لنشأة ومستقبل أجياله من الشباب أمانة في أعناقنا، أمانة في أعناقنا، فكونوا أهلا لحمل هذه الأمانة وطبقوا القانون على الجميع مع ضرورة مراعاة الحالات الإنسانية والأخذ بالظروف والمواقف الاستثنائية والتعامل معها بروح القانون الذي يتطلب منكم الحس الإنساني والحلم الأخلاقي وسعة الصدر وبعد النظر، وذلك بهدف التسهيل على أهل الكويت وعلى كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة محترماً لقوانين الدولة وملتزماً بأحكامها.